المزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد جمال عبد الناصر، مدير القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة. أستاذ خالد، برحب بحضرتك. مساء الخير سعود حضرتك وسعاد المشاهدين. يعني في الحقيقة الجهود الخاصة بحياة كريمة متعددة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، لو تكلمنا أكتر عن هذه الجهود وصلنا كمان لحد فين حتى الآن؟ خليني أقول لحضرتك إن حياة كريمة مستمرة على مدار داخلين في سنتين أهو شغالين في القرى المواضع الرئاسية حياة كريمة في 52 مركز وفي أكثر من 1400 قرية و10611 تابع في 20 محافظة. الحقيقة الجهود يعني خليني أقول لك إنها شغالة بشكل مستمر على مدار 24 ساعة. دلوقتي قربنا على الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة. نسب تنفيذ معظم المشروعات وصلت لـ 90%. في مشروعات كثيرة جدا جدا وأهمها طبعا المجمعات الخدمية والزراعية ووصلات المياه والكهرباء، تقريبا نسب التنفيذ بتاعتها وصلت 95%. بدأنا بالفعل كمؤسسة حياة كريمة منذ بداية الأسبوع ده، نحن نزلنا في جلسات حوار مجتمعي مع أهالي القرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. احنا عندنا 53 مركز في المرحلة الثانية اللي إن شاء الله هنبدأ فيهم في بداية العام الجاي إن شاء الله 2023. فبدأنا ننزل مع أهالينا في المراكز الجديدة ونسمع منهم وكمان نقول لهم إيه اللي تم في المراكز اللي بجوارهم في المرحلة الأولى، ونسمع اللي هي مقترحاتهم واتصالاتهم وشكواهم كمان. وكل ده كان يعني محل ان احنا نجمعه ونبدا نشتغل عليه علشان لما ننزل في المراكز الجديده نبقى عارفين اهالينا محتاجين ايه ونلبي كل احتياجاتهم. في الحقيقه كمان من الملفت للانتباه يا استاذ خالد انه يعني لو ممكن اسال حضرتك لاي مدى انه هذه المبادره حياه كريمه مرنه يعني بتغير من خططها بشكل مستمر، خطط مستحدثه بتغير من آلياتها علشان تواكب التغيرات العالمية وكل ما يحدث حولنا في العالم. حقيقي احنا خلينا اقول لحضرتك احنا يعني من بداية المبادرة وتوجهات القيادة السياسية ان احنا نكون وسط الناس، نسمع منهم ونشوف احتياجاتهم الفعلية ايه. يمكن دايما كانت بتوجهنا فكرة التخطيط المركزي ودون النظر للجدوى على الارض، لكن احنا من بداية المبادرة لا، احنا موجودين وسط اهالينا وبنشوف احتياجاتهم الفعلية ايه علشان نقدر نلبيها وننفذها بشكل اكثر واقعية وبشكل يخدم الناس. احنا بشكل يومي موجودين بنتابع المشروعات وبنشوف مدى نسب التنفيذ بتاعتها، ولو في اي مشكلة او استفسار او طلب بيتقدم من المواطنين احنا بننظر فيه بشكل مباشر وبيترفع للجهات المعنية علشان نقدر نعمل حاجة فعلا تخدم الناس. يعني كمبادرة هدفها الرئيسي هي فكره رفع العبء الخدمي اللي كان بيواجه الناس والاهالي في قرى حياه كريمه. احنا نزلنا ان احنا نلبي احتياجاتهم، فدلوقتي احنا شغالين كمان في المرحله الثانيه او في الحوار المجتمعي المرحله الثانيه علشان نقدر نسمع من الناس ونعرف احتياجاتهم الفعليه ايه ممكن اي صعوبات او اي مشاكل واجهتنا في المرحله الاولى، طب نتناقش معاهم فيها علشان نقدر نشتغل في المرحله الثانيه بشكل افضل وافضل كمان المرحله الاولى. وحضرتك يا استاذ خالد بتقول لي دلوقتي انه دايما بتنزلوا علشان تخدموا الناس، اتى في ذهني حديث السيد الرئيس لما دايما يعني بيقول ان احنا هدفنا نستثمر في البشر قبل الحجر. حقيقي هنا دور هذه المبادره في الاستثمار في البشر والانسان المصري من خلال المبادرات المختلفه، من خلال ايضا توفير كافه الخدمات التثقيفيه التعليمية الصحية التوعوية. خلينا أقول لحضرتك بجانب أن الدولة والجهات التنفيذية كلها مش فعلا شغالة على فكرة يعني سواء إعادة تأهيل أو رفع كفاءة أو إنشاءات جديدة للمشروعات المقامة على أرض قرى حياة كريمة. إحنا كمان كمؤسسة حياة كريمة أخذنا على عاتقنا منذ إطلاق المبادرة إن إحنا نكون وسط المواطنين بشكل أكثر فاعلية، إن إحنا نشوف ايه احتياجاتهم الثقافيه والتعليميه والطبيه والصحيه والتوعويه. ايه احتياجاتهم في الوقت الحالي؟ والله عايز اقول لحضرتك هي برضه زي ما حضرتك تفضلت ان هي بتختلف من مكان لمكان. يعني يمكن في الريف في كنا دايما يعني بتقابلنا فكره ان احنا نشوف كل مجموعه قرى ايه الطابع اللي بتميز بيه ونلبي احتياجاته. فاحنا نزلنا بالعديد العديد من المبادرات، ويمكن
كان اهمها وصل الخير اللي اطلقناه في رمضان الماضي، ومنذ اطلاق القصيده وصل الخير في رمضان الماضي حتى الان وزعنا ما يقرب من 1.5 مليون كرتونه مواد غذائيه على كل محافظات مصر. كمان في مبادرات زي دوم الفرح اللي بدانا ننزل في على مستوى شهري في محافظه من المحافظات بنعمل فيها تجهيز وتاهيل للعرايس. الحقيقه احنا كنا دايما بجانب ان احنا بنجهز الفتاه احنا لازم نعمل لها كورس تاهيلي عن يعني ايه حياه زوجيه وازاي تفتح بيت وازاي تعيش هي وزوجها. في تجاوب مع هذه المبادرات استاذ خالد؟ الحقيقه المبادره يوم الفرحه من اكثر المبادرات المبهجه حقيقي عندنا في المؤسسه، وبيبقى فيها حاجه جميله جدا وبنشوف مدى الفرحه على مش مجرد 100 بنت بنجهزها في المحافظه، لكن 100 اسره و100 عيله بيتفتحوا وبيتبنوا من جديد. احنا دايما زي ما قلت لحضرتك كنا حريصين ان احنا نعمل لهم نوع من التاهيل والتثقيف باهميه الزواج، طبعا ده بالتعاون مع جهات كثيره جدا عاملها وزاره التضامن الاجتماعي ومجلس القومي للمراه ومؤسسه موده. العايز عايز ان الجهات بتشارك معانا دايما في المبادرات دي. عندنا كمان مبادره زي انت الحياه، ودي مبادره بننزلها في محافظه محافظات شهريا، دي بتبقى مبادره شامله فيها قوافل طبيه وطوعيه وفيها منطقه توظيف فيها توعيه بمخاطر الادمان فيها نزول للمدارس، بتبقى مبادره او قافله شامله بننزل نقول للمواطن. انا دايما يا استاذ خالد يعني بيلفت جدا انتباهي اسماء المبادرات الخاصه طبعا بحياه كريمه، ابدا حياه، انت الحياه، كلها كده بتدي طاقه امل وطاقه ايجابيه، فدايما الاسماء بيبقى ليها كمان اثر في النفوس بشكل كبير جدا، يعني مشجعه بشكل كبير. يعني اقول لحضرتك يعني اهم مبادرات دايما عندنا مبادرات بتبقى فعلا يعني بنحاول نخلي فيها نوع من الالفه بيننا وبين اللي بننزل على ارضهم. في عندنا يدوم الفرح فعلا، انت الحياه، لمه العيله، وصل الخير، دايما كده بنختار يعني مسميات بنقرب ونكون وسط اهالينا دايما في المكان اللي بننزل فيه، دايما بننزل ضيوف عند الاهالي، والحقيقه بيبقى دايما في بيننا وبينهم نوع من التواصل والود الدايم باذن الله. ربنا دايما يديم الود ويديم كل حاجة جميلة علينا وعلى كل المصريين. أنا بشكر حضرتك أستاذ جمال خالد جمال عبد الناصر مدير القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، شكرا ليك يا فندم.